يقدر يصير، ما حدش يطوخ شباب. لما يصير الوقت دقيقة اروح ادور عليكم، واحد اثنين ثلاثة انطلقوا تخبوا يلا. لما يصير الوقت دقيقة يلا بسرعة بسرعة بسرعة. انا متأكد هون عندي الشاحن وراح نلاقي حدا. قول لي كتين برهم ابلع ترى. لا في صوت جوا بال كريم اي سي تي اس ابلع. هلا شباب كيفكم، ان شاء الله تكونوا بخير. رجعت لكم اليوم بروم جديد وفيديو جديد شباب. اليوم طبعا جمعت بعض المتابعين لي على الديسكورد، قلت لهم يجوا على رابط الديسكورد وهيك. حاليا هن موجودين معي على الديسكورد وسامعيني، وفي البعض منهم مش موجودين. المهم اذا حابب تنضم معنا على الديسكورد تعال تحت الرابط الوصف، تيجي بنعمل غات فعاليات ورومات وهيك. طبعا فكره اليوم هدول كل اللي شايفينه امامكم 17 واحد راح يتخبوا داخل اسوار السكول، بس داخل الاسوار، وانا راح اصير ادور عليهم. طبعا راح اتخبوا هيك برا لاعطيهم وقت محدد واصير ادور عليهم. البلاقيهم بقتله. طبعا للعلم اللي بلاقيه ممنوع يتحرك، يعني ما تقعد تتحرك لانه بتكشف حالك ما تطخش. طبعا شباب قبل ما نبلش هذا الفيديو وصلوا لنا اياه الى 30 لايك اذا الفكره عجبتكم برضه. حاليا شايف شباب شايفين الوقت تحت الخريطه؟ اسمع يا هي هي، شايفين الوقت تحت الخريطه؟ ابو الام 16 بوت لك هلا الوقت تحت الخريطه. ابعد لي ابعد لي ابعد لي، طخش بالفرد طخش، ابعد لي ابعد لي طخش بالفرد. يلا كتي ام ياسين ارجع على اللوبي. هيك هيك بده يصير، ما حدش يطوخ شباب. لما يصير الوقت دقيقه اروح ادور عليكم. واحد اثنين ثلاثه انطلقوا تخبوا يلا. لما يصير الوقت دقيقه يلا بسرعه بسرعه بسرعه. حاليا يا شباب مثل ما انتم شايفين اشيت انا تخبيت هون، راح اصير هلا ادور عليهم واحد ورا واحد. هلا لما يصير هون الوقت دقيقه ان شاء الله راح نروح ندور عليهم انا وياكم. خليني بس اعبي دمي. طبعا شباب اذا حابين تنضموا لهي الالعاب مثل ما انا قلت لكم رابط الديسكورد تحت بالوصف، يعني العدد حلو لقدام ممكن نزيد العدد ونربح شدات للفائز. طبعا اليوم بدون تربيح شدات لانه لسه القناه مبتدئه، ان شاء الله لقدام راح نصير مع تربيح شدات وهيك. بس هلا ان شاء الله بس يصير وقت دقيقه راح ارجع لكم. وطبعا يا شباب مثل ما انتم حاليا شايفين ضل وقت نص دقيقه. طبعا هن بيعرفوا قلت لهم على الدقيقه راح ادور عليكم. قبل ما يصير هاي النص دقيقه خلينا نتحدث معكم. مثل ما قلت لكم شباب 30 لايك، رابط التيك توك والفيسبوك للبثوث المباشره طبعا كله، وبرضه رابط الديسكورد الخاص فيني انا كقناتي، يعني في حاليا يجوز 17 عضو هو. وان شاء الله لقدام راح نعمل فعاليات اكثر على الديسكورد ونربح شدات لقدام ان شاء الله. فشباب هلا ضل عندنا هون 5 ثواني ان شاء الله راح نتحرك، فروحوا تابعوا لي اياهم مع كل الصفحات بنزل غاد مقاطع مضحكه. واحد اثنين ثلاثه راح الف وجهه وراح ادور عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم، اللي فوق من هلا بقولك تخبى، انا اذا بوصلك بقتلك. طلعوا هون كيف مشاعه. طبعا روح اول شيء هيك يعني استفتح ندور حوالين حوالين الاسوار نشوف هون في حدا. هون ما في حدا نفد، لو كان في حدا هون كان متخبي كان مات. شباب ترى اللي بتخبى خلص اثبت اثبت اماكنكم، اللي سامعيني اثبتوا اماكنكم، لازم بسمع صوت اجريك بتروح عليك. انا متاكد هون عندي الشاحن وراح نلاقي حدا. قول لي كتين برهم ابلع ترى. لا في صوت جوا بال كريم اي سي تي اس ابلع، هو وبرهوم وياسين بلعته اول اللعبه. هون ما في حدا لانه الفيديو المرق كان في حدا متخبي يوم بلعنا. شباب ان شاء الله الجزء الثاني راح نعمله باماكن غيرها غير السكول، عشان يعني اغلب الاماكن اللي بالسكول يعني انا بعرفها تقريبا هيك اشي، فانا راح نعملها باماكن غير السكول ان شاء الله. نجي ندور عليهم نشوف وين هم. عجب فيش حدا هون تحت الدرج، اللي بتحرك بتروح عليه شباب من هلا بحكي لكم. ضالتنا 14 واحد، وين ممكن نلاقيهم هلا هدول 14؟ هون يجوز في حدا. لا ايه اللي بيفتح نيدات ما يفتحش نيدات، بلاش هلا يعني يخرب علينا الروم. نشوف نكمل تدوير عليهم. اللي بتحرك بتروح عليه شباب، ما حد يتحرك انا متفق معكم. وينهم هدول؟ سفاح ابلع، في حدا جنبك؟ نط زربعة هيك لعبة
زرابع هيك لعبة مش قابل نط اللاعب. شوف نكمل تدوير عليهم. طبعا في اماكن يعني الواحد بتخبى فيها بهبل. ودي ايه كريم ابلع. ترى انتوا اللي بالمسبح جايلكم، اقسم بالله لا جايلكم، نصيحتي تخبوا تخبواي منيحة لانه هي قربت اوصلكم يعني، دير بالكم. نشوف بس على السطح اذا بنلاقي حدا. ضايل شباب ضدنا طبعا، ضايل يعني انا ادور على 12 واحد، 12 لاعب. هون في حدا؟ لا ما في حدا، خلينا انط. محمد بركات ابلع يا وردة. وبعرفش هاد شو اسمه، تعمى مش عارف ايش، برضو ابلع. ضايل شباب 10 لاعبين. ترى هدول الاماكن سهلة يعني، يعني متخبين اللي فيهم الله يسامحكم وهن سهلين. نشوف نكمل تدوير. ضايل شباب ضدنا 10 بالجيم. اخذ لي هون هيك لفة سريعة على المسبح، اشوف هون. ما في حدا، ماكو احد بالمسبح. انا متأكد اني راح الاقي ناس بالمسبح. هلا وصلت عند المسبح، هلا اللي بتحرك بالمسبح بتروح عليه، دير بالكم ما حدش يتحرك. نصيحة مني لإلكم يعني، خلص يعني متخبيت انت، شفتك شفتك ما شفتكيش خلص. طبعا ضل ضد 10 الصراحة، مش عارف وين ممكن نلاقيهم. كيت ام ابجهل ابلع، هذا اللي عملنا مفروض ما تناوش هذا، لو بعرف انه ابجهل هذا عملنا معاه الفيديو. سفاح ابلع، لا تتحرك، خليني ابلعك، لا تتحرك يا جلاد. كفو، في حد هون اشي بالمسبح؟ لا ماكو احد. ناخد لنا غاد لفة سريعة، انا بقتنعش الا لما اشوف بعيني انه في شي حدا. قلتلكم جماعة المسبح جايلكم بس ما تردوا علي، يعني لو انه ما كنتوش تتحرك كان انا ما عرفتش انكم انتو هون، صح ولا خطأ؟ فمثل ما قلتلكم شباب اذا حابين نعمل هاي الاشياء على اماكن تانية مثلا هوسبيتال وهيك، بس تفاعلكم باللايكات شباب. يلا وين الباقية؟ ضايل لسه 8، وين ممكن نلاقيهم هدول الـ8؟ صدقني راح يبلعوني. هون شفت، تأكدت أتأكد غاد بس. خلص هون ما في. توقعك إن أنا نظفت المسبح حاليا، يعني المسبح منظف. روح نشوف. طبعا أي واحد خارج أسوار السكول ابلع. ودي ايه سعيد، انت على فكره يعني انا لما كنت فوق سمعت صوت تحت، حاولت اني انط اذا تتذكروا هون بس ما قدرتش. محمد ابلع عراسي، والله الشباب عراسي. بس هاي اللعبه بدك تستحمل يعني، انت تخبيت لي مكان سهل ترى الموضوع عليه بيكون ايزي يعني. شباب ضال ضدي حاليا 5، وين ممكن نلاقيهم هدول الـ5؟ والله ما عندي اي فكره يعني، 5 هدول يعني الصراحه مش قليلين. نشوف وين ممكن نلاقي الباقية. والله شكلهم متخبيين بمكان، دوم يجلدوني جلد فيه، جلد على الآخر فيه. بس لا لا، في لسه أماكن أنا ما فتشت فيها مثل هدول اللي هيك. في هون جوز لاقي حدا؟ لا. طبعا شباب هلا الطابة الأرض روح نفتش معكم غرفة غرفة، عشان هيك إنه أنا أكون نظف المنطقة. شايفين كتي أم علاء وين متخبي؟ لا لا يا كيت ام علاء، لا 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 لا. طبعا شباب اللي ما بيعرف كيت ام علاء، عملنا معاه مقلب، مقلب صوت الشاب. صرت اقول له كيت ام علاء انا بدي منك $100 عشان ارجع الحساب وهيك. ضل ضدنا 4، انا بتوقع في واحد اسمه G7 ابو جعفر، ابو محمد اللي هو صاحب جعفر. وفي كمان اي الجبريني اتوقع اني ما قتلته، اللي هو اسمه ابوه، ها ابوي مش عارف ايش. وفي كمان في كمان ناس لسه، في 4 ضايل. وين ممكن نلاقيهم هدول الـ4؟ الصراحه ما عندي اي فكره يعني، متخبيين هنا اماكن يعني شكلهم ناريه. طبعا من هلا اللي خارج اسوار السكول يدخل، ممنوع تكون خارج الاسوار. والله يا شباب مش عارف وين راح الاقيهم الصراحه، هنا بندور معكم يعني، نشارككم الاحداث اول باول. انت ما كنتش هون، ليش تيجي؟ ليش تيجي تكشف حالك يا اودي ايه عميد؟
عميد شايف كيف؟ اجى هون وكشف حاله. الله يسامحك. هنش بقولوا لك، بقولوا لك طالما هذا المكان يعني اجى عليه وخلاص بنروح نتخبى فيه. بس دير بالك ترى الوضع اسطوري، كأني لمحت راس حدا جوه. لا والله فكرت في حدا منهم طحون. شوف حاليا نكمل تدوير معكم. هسا هذول وين ممكن نلاقيهم هذول؟ جد بحكي معكم. هاي مضرته على السطوح، تدور يعني افضل. انا ما وصلتش غاد اصلا على السطوح. هون برضه ما في حدا. فكرت هاي لبست الاوربي تاعت المية. طب وين ممكن الاقيهم هدول التلاتة الضايلين؟ والله انهم بدهم يجلدوني بمكانهم، مكانهم الاسطور المسنطر. طبعا شباب باركولي تحقق الارباح على قناتي كلها بفضلكم وبدعمكم. ان شاء الله يعني لقدام لما اصير، طبعا كل ما انتوا دعمتوني بزيادة كل ما انا صرت اقيم دولارات وادعمكم فيهم. بس ده العلم يعني. هلا هدول جدي ممكن نسمعت صوت. وين ممكن الاقيهم هدول؟ طبعا شباب قبل ما الاقيهم اكتبوا لي تحت بالتعليقات هيك توقعاتكم وين ممكن الاقيهم لهدول اللاعبين اللي لسه انا مش ملاقيهم. لا والله فكرت تدير راس واحد لانه لما اجيت اول مره ما دورتهم. ترى ممكن اقتل واحد ويجي صاحبه يتخبى هون مثلا، ممكن. قول لك ما هو خلص مات يعني عادي. وين ممكن الاقيكم يا طيب؟ انا شاك انه هون ممكن الاقي واحد. يب قول لي. هي نوك فينش وهي ابو محمد. شي يا وردة، والله انه انا حاسس انه فيهم كان واحدة. حاسس وشاكك. ثواني هاي رأي الخوذة. والله كنت شاك انه هون في حدا، لان قبل شوي لما مرقت من هون شكيت بسمع بس لا مكانهم حلو، مكانهم حلو. يعني كان بالامكان وانا مرق من غاد اجيبهم بس ما كنتش منتبه لهم. ضايل واحد مين ممكن يكون؟ راح ندور عليه طبعا بس شوي وبعدين راح اقول له اطلع عشان نطوله. بس راح اشوف وين هو يلي موجود ينزل. الموجود ينزل خلاص انت فايز. بس مين هو هذا اللي موجود ينزل يا معود؟ لنشوف مين هو. اتفاجأ معكم الصراحة. انزل عليك الامان، انزل معلم. ليكون مش بالسكول هذا اخر واحد؟ لا هي برومينيدات. انزل يا طيب انزل. وين ممكن يكون هذا؟ على فكرة شكله مش من مايك الديسكورد، من مايك اللعبة هذا. هلا وهذا ينزل يا معود. خلص فزت انت فزت. ثواني اللي يكون هون هذا. تعال خلص تعال. تعال 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 ولك تعال. هذا برا السكول. تعال نشوف مين هو هذا. مرحبا. انت جبريني؟ وين كنت بتخبي ولا؟ وين كنت بتخبي؟ ورا ايش؟ طب احنا قلنا لك جوا السكول ولا هبيله؟ ضربة عهدش لاعب. ايه والله شكيت بحكي الجبريني وينه يا شباب. هي طلع شباب. طبعا بما انه الجبريني كان برا السكول فيعتبر انه في عنا فايزين. فايز اللي هو جي 7 ابو محمد وجنبه اللي هو نوك فينش اللي هو روحي. هدول الاثنين فازوا. طبعا انتوا بتشوفوا بالفيديو مين اللي انا قتلته اول. اتوقع ان انا قتلته اول اللي هو نوك فينش. يب معناته جعفر اللي فايز اللي هو ابو محمد، لانه قتلته بعد نوك فينش هو اخر واحد قبل الاخير. وهذا طبعا طلع عند السور. الله يخرب بيتك، الله يخرب بيتك يا معود. يلا جي 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 جي. انت على فكره اسمع، انت اسمك فايز تقليدي. انت اسمك فايز تقليدي لانك كنت برا السكول. اما الفايز الاصلي اللي هو جي 7 ابو محمد. ابلع شبرين. ايه ها
يلا شباب، هيك بنكون وصلنا لنهاية لعبة اليوم. إن شاء الله ربي يكون عجبتكم. إذا بدكم نلعب ألعاب تانية منها بتكون مسلية، وإذا أنتم حبيتوا تشاركوا فيها رابط الديسكورد تحت بالوصف. بس هلا بديش أطول عليكم بالفيديو، اسكت يا زربة، بديش أطول عليكم بالفيديو. رابط الإنستا ورابط الديسكورد ورابط التيك توك كلياتهم تحت بالوصف للعلم يعني. روحوا تابعوني، غاد بنزل لقطات جديد، بنزل مش أشياء حلوة. طلعوا الدمج، لك عاش الدمج، دمج مزيف. وبس يا شباب، هلا بحب أحكي لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بس أبو الجبريني.